قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، وهذه سنة ثالثة من سنن النوم وآداب النوم. مر معنا أن يدخل متوضئا يتوضأ وضوءه للصلاة، ومر أنه ينام على الجنب الأيمن، وهنا يضع يده اليمنى تحت خده، تحت خده أي الأيمن، وينام على هذه الصفة. لو قال قائل: أنا ما أستطيع أن أستمر على هذه الصفة، ما أستطيع، يقال له: أدخل في النوم على هذه الصفة، وابدأ الأذكار بهذه الصفة، وإن وجدت نفسك احتجت أن تنقلب على جنب آخر إن شاء الله لا حرج عليك، لا حرج عليك، لكن تحرص أن يكون نومك على هذه الصفة ما استطعت، على هذه الصفة ما استطعت، تنام على جنبك الأيمن. ولما تقول باسمك: اللهم وضعت جنبي، لا تقولها وأنت نايم على ظهرك، وضعت جنبي، يعني تذكر الصفة التي أنت عليها في نومك. قال: وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. ما الحكمة الآن من أن الرجل سيدخل في النوم ثم يسأل الله الوقاية من العذاب يوم البعث؟ لأن النوم موت، والموت بعده بعث، فالنوم يذكر بالموت، والقومة منه تذكر بالبعث، فلما يحدث هذا التذكر عندك تدعو بهذا الدعاء. أرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك أي نجني وسلمني من عذابك يوم البعث. فهذا في طلب المغفرة، مغفرة من الذنوب والمعافاة من تبعتها. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقول 3 مرات. كأني أذكر أن هذه الرواية فيها ضعف، ولعلكم تراجعون.